اهلا بيكم. النهارده بقى وصفتنا وصفه يعني محيره الدنيا كلها، السهل الممتنع زي ما بيقولوا. ومش هكدب عليكم، بصفه ان احنا بقينا اصحاب انا كنت بعملها اشكال خزعبليه. اولا هي الزلابيا، عشان بس ايه نبقى فاهمين، الزلابيا ولقمه القاضي ومشهوره في دول الخليج باللقيمات وحاجات كده. كنت بعملها يا جماعه اشكالها يعني مش فاهمه، هي زي كانت حيوانات كائنات جايه من الفضاء يعني حاجات كده مش عارفاها. بس توصلت الحمد لله دلوقتي لعجينه زلابيا هايله هايله هايله. هنعملها مع بعض وان شاء الله هتطلع ناجحه معاكم، وهستنى رايكم. ومش هتشتروها من بره تاني ابدا. اول حاجه هنعملها، لازم ترتيب الخطوات ده يا جماعه مهم جدا. هنحط 5 معالق زيت كبار، اللي عايزها بالجرامات هم 70 جرام. هنحط عليهم معلقة سكر كبيرة، لو بالجرامات تبقى 10 جرام. والسر بتاعها بقى في القرمشة من بره وتبقى طرية من جوه، هي معلقة النشا الهرمية الحلوة اللي احنا حاطينها دي. المعلقة دي حوالي 20 جرام لو احنا هنوزنها، لكن لو مش هنوزنها هي معلقة كبيرة كده تتحط على الخليط بتاعنا. وهنحط معلقة كبيرة خميرة ممسوحة. هنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس قوي، ونضمن ان هم امتزجوا ودابوا مع بعض. 200 ملي ميه دافيه، لو مفيش معيار ممكن ببرونه، لو مفيش اي حاجه في الدنيا بالعين كده ممكن نعرفهم. يعني لو في المج بتاع الشاي يبقى ناقص مثلا 3 معالق ولا حاجه. احنا كده المضرب مش عايزينه، هننزل بالدقيق على طول. دول 250 جرام دقيق، يعني ربع كيلو. هنا انا مش هينفع استخدم ولا مضرب ولا اي حاجه، هشتغل بايدي. هنبدا نعجن ونركز في طريقه العجن يا جماعه، مهمه جدا. هنقعد زي ما بيقولوا كده بنلت ونعجن، احنا هلتها فعلا شويه. هو ده يا جماعه الشكل بتاع العجينه، مش عايزينها خفيفه زي ما بنشوفها، خفيفه عمرها ما هتظبط معانا. ده القوام اللي انا محتاجاه بالظبط. لازم نفضل نعمل فيها كده حوالي مثلا 3 دقايق ولا حاجه. كده احنا خلاص عجناها ولتناها زي ما قلنا، هنسيبها تخمر. هي ما بتاخدش وقت كتير في الخميره، حوالي نص ساعه تقريبا. هنغطيها في فوطه ونسيبها على جنب لحد ما تخمر. وكده العجينه بتاعتنا خمرت، ده شكلها. مش هنسيبها كده طبعا، هنعمل فيها ايه، هننزل الهواء اللي فيها ونهبطها بايدينا بالشكل ده. شايفين يا جماعه السمك بتاعها، احنا مش عايزينها العجينة السايلة اللي هي بتبقى مية خالص، لا هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. يا جماعة الزلابية ما بتنزلش على زيت سخن عشان نعرف ننزلها براحتنا. اهم حاجة ان المعلقة بتاعتنا تكون متعاصة زيت، وصبعنا اللي بننزل بيه كمان يكون متعاص زيت. شايفين يا جماعة شكل الكور بتاعتها الزلابيا، عشان تبقى مقرمشه هنطلعها بالشكل ده كده دلوقتي، وبعدين نسيبها تبرد ونرجع نحمرها تاني. كده هي الزلابيا بردت معانا، هنبدا ننزلها في الزيت سخن. هنسيبها تاخد اللون بتاعها، نقلب فيها على طول طبعا من ساعة ما حطيناها لحد ما توصل معانا للون ده. كده خلاص هنبدأ نطلعها. شايفين يا جماعة اللون والشكل بتاعها تحفة. وبكده نكون خلصنا الزلابية بتاعتنا او اللقيمات او لقمة القاضي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا طرق التقديم اللي حضرتكم هتختاروها، انا النهاردة هقدمها بصوص شوكولاتة وبسكر بودرة. طبعا ممكن حليب مكثف، ممكن شوكولاتة بيضة، ممكن بالشربات، بس انا يعني حابة الطعمين دول اكتر. سامعين الصوت ده؟ بصوا بقى، بصوا من جوه هشه وفاضيه ازاي، ومن بره مقرمشه. وده كده الشكل النهائي للوصفه بتاعتنا النهارده. اتمنى ان شاء الله حضراتكم تجربوها وتعجبكم، وهستنى طبعا التطبيقات بتاعتكم لما الوصفه تنجح معاكم. واستنونا في وصفات تانيه. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.